باقي شويه رفقه المستمعات ومشاركه معنا ملكة ام ايمان وتعرفوا جميع على اهم الاقتراحات اللي غادي تقدم لنا. الو ملكة. الو سناء. لاباس عليك؟ كيداير لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تحيه لك الطاقه والمستمعات وعواشركم مبروكه. الله يبارك فيك لينا عليك. سناء راه دارني البرتاني اليوم. ما يكون باس مرحبا. الله يبارك فيك. الحمد لله. جاوني طلبات نيت بزاف ديال العيد. وبعض السيدات والسيدات على البيتزا قال كتجيهم شويه قاصحه واخا يديروا لا باتريون سيت كورتوا كتجيهم قاصحه ولكن كانت المشكل ديالهم في الفران. هذيك البيتزا ما خصهاش تدخل الفران بارد. ملي كنعجنوا لاباط ديال البيتزا نشعلوا الفران تيكون سخون. كنسخنوا من الفوق ومن التحت. راه غير كندخلوها راه غير كطيب. هما كيدخلوها في الفران بارد كتشرب هذاك الصاد. كتجيهم قاصحه. واخا. وانا شفت السيدات وشفت لاباط ديالهم وقلت لهم ملي جيت نشوف المشكل لقيتها في الفران. في الفران اييه كيكونوا ضابطين المقادير والطريقه ولكن هي حتى الفران تاهو كيلعب دور. كيلعب دور. البيتزا خصها تدخل الفران وهو سخون. الكيكه خصها تدخل الفران وهو بارد. اييه. والبسبوسه تاهي الفران بارد. والحرشه هذيك اللي كنديروا ديال الحليب الفران يكون سخون. راه حتى الفران كيلعب دور في هذا الشيء. اييه واخا. هما تيو ديما كيعيطوا لي كيقول لي راه درنا البيتزا وما صدقاتش وقاصحه ولكن هذه هي المشكل ديالهم. واخا. وكنتمناهم يكونوا في الاستماع. اكيد ان شاء الله. المهم ان شاء الله راه كاين الوصفات ديال العيد ودابا غنعطيهم هذه البيتزا راه غتجي زوينه. البيتزا راه سريعه كتجي لاباط ديالها ما نقولش ليك. اييه. غادي فيها ربعه ديال الدقيق البيض وكاس ديال الدقيق ديال الفينو. يكون نوع ممتاز يكون دائما الدقيق ذاك الرطب. اييه. وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزهر والزعتر مطحون ومعلقه صغيره ديال الموطارد. اييه. كنخلطوا هاد المكونات الجافه مزيان كناخذوا كاس ديال العنبه كنديروا فيه نص كاس ديال الماء. كنزيدوا ليه معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار وكنكملوا بزيت البلديه. كنخلطوا مزيان هاد الكاس وكنعجنوا به البيتزا ديالنا. اييه. تتكون لاباط رطبه ما نبقاوش نزيدوا ليها الماء عاد كنزيدوا معلقه صغيره ديال الزبده. كندلكوها مزيان ندخلوها فيها وقطعوها كويرات السيده بغات ديرهم صغار ديرهم صغار بغات ديرهم كبار ديرهم. كنقطعوا هذوك الخبيزات ديالنا كنخليهم يخمروا. البيتزا خصها تخمر مزيان في الاول. كنغطيوها ونخليوها تخمر. كندوزو لاصوص. هاد لاصوص راه ما كطيبش. كناخذوا مطيشه ديالنا ومطيشه تكون مطيشه تكون طيبه ماشي خضراء تتكون طيبه كنديروها في الخلاط ديالنا ميكسو اللي كنضربوا فيه مطيشه كنقطعوها صغير وكنديروا الملحه كنديروا واحد الراس ديال الثومه كنديروا الزعتر مطحون وكنبداو نطحنوا ونزيدوا الزيت البلديه بشويه بشويه وعاد كنديروا مطيشه ديال الحوك ونطحنوا مزيان حتى كتولي لاصوص خاطره ما خصناش نطيبوها لان بحال هكا لاصوص كتكون لذيذه وكتكون زوينه. كنشدو ديك البيتزا ديالنا كنسرحوها مزيان كنرقوها من نبداو نصاوبها نشعلو الفران يسخن باش ما شعلنا الفران كتجي بيتزا زوينه. كنسرح لاباط ديالنا مزيان ونثقبوها ونديرو داك لاصوص ديال مطيشه ونديرو بصله ونشلدوها رقيق ونديروها فوق منها. إذا ضربتها السيده في الميكسور تعصرها من الماء. إلا ضربت دارتها غير بيديها رقيق ديرها فوق منها. صافي دير السيده الفرماج ديالها ودير الطون. هذه بيتزا خضراء كطيبها هكا. ولكن إلا دارت الكفته لا بدات تحارها فوق البوطه. شويه. ولا دارت أنا درتها بقيمرون درت لي شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه شويه ديال الزر حطيتها فوق منه. ودخلتها الفران وهو سخون. إلا دخلتها السيده ترد ليها البال راه دغيا كطيب. حيت لاباط رقيقه شعلها الفران سخن مزيان. راه دغيا غطيب ليها لاباط ديالها كتخرجها عاد كدير ليها الفرماج من الفوق وطفي الفران ودخل داك الفرماجه في الصاد ديال الفران باش كتجي زوينه وصحه وراحه. يعطيك الصحه. وكنتمناهم يجربوها ان شاء الله. السيدات اللي قالوا لي اسمها تكون في السماء. واخا. انا غادي نعطيهم الكوميرا سيفطوا ليك. اييه الله يعطيك الصحه جزيلا. كان رائع وزوين ومقادير بسيطه ما فيش حتى شي حاجه. راه هاد الكوميرا درتو راه ثلاث ايام وبقى ما نقولش لك رطب وزوين. عندها فيها ربع ديال الدقيق البيض وكاس ديال القمح ديال الفينو. انا يعني دابا وليت كندخل بزاف القمح هنا فورس مزيان ودنا شويه ديال الملحه خميره ديال الدار سمحوا لي السيدات الا كنزرب خميره ديال الدار وجوج محل كبار ديال السنيده
جوج معالق كبار ديال الزيت ومعلقه ديال الحليب غبره ومعلقه كبيره ديال الزبده. دائما هذه المعلقه كبيره ديال الزبده كنخليوها حتى الاخر حتى ما بقاوش نعجنوا، وكنعجنوا بالحليب مخلط مع الحليب مع الماء. انا نعاود المقادير: ربع ديال الدقيق البيض، وكاس ديال الفينو ديال القمح، شويه ديال الملح، الخميره ديال الدار، جوج معالق كبار ديال السنينة، جوج معالق كبار ديال الزيت، ومعلقة ديال الحليب غبرة، ومعلقة ديال الزبدة، وكاس ديال الحليب مخلط مع الماء. كنخلطو داك الشيء اللي ناشف كلو، عاد كنبداو نعجنو العجينة ديالنا، تتكون العجينة طرو ندخلو ديك المعلقة ديال الزبدة، صافي نحربلوها بحال الفقاس، ونقطعوهم بالموس، كويرات صغار، كنغطيهم تاهما يرتاحو، يرتاحو غير شوية ماشي خمرو، كنجيبو لهم الدلاك ديالنا. كنسرحوا العجينه ديك الكويره على طول، ونعاودوها شويه على حرد، ونرقيوها، ونبداو نبرموها. نبرموها كنخليو شويه الخويات اللي كيدير علينا العجينه باش ما تجيش معجنه. صافي كنبداو نحرفلوه، كنحطوها في الطاوله. كنغطيهم حتى كيخمروا مزيان. كنجيبوا الموس ديالنا كنفلحوهم شويه، وكندهنوهم. بالنسبه للدهن، السيدات بزاف إلا ما كانش البيض موجود في الدار، كنديروا شويه ديال الحليب، كنخلطوه مع شويه السنينه. كندهنو معاهم، ما كاينش الحليب نديرو حليب غبرة بودر، كنديرو ليه شوية ديال الماء مزيان وندهنو الخبز ديالنا ولا القرص، ماشي ضروري البيض يكون. كنديرو هاد الوصفة كتجي سهلة. صافي كندخلهم الفران، والفران يكون سخون. راه دغيا كيتحمرو تاهما وكيطيبو وكيبقاو رطبين. راه بالنسبة لهاد القرص هادشي اللي درناه في الفران وهو بارد، كيشرب لينا داك الصاد وكيقصح لينا العشية. كيجيو رطبين وكيجيو زوينين. كنتمنوا يجربوا السيدات. اي مناسب للكوت لا تاكسي يعني. وغادي نعطيك الكسب ديال الفران، هذا غير في الاواخر درناه وجا زوين، حيت حنا مولفين الكسب لقينا والدينا كيديروا العطريه. هذا كنشدوا الكسب ديالنا، كنغسلوه ونخليوه حتى كينشف، كنفلحوه مزيان بالموس مزيان. اللي كنديرو باش كندهنو كنديرو السمن، السمن ما يكونش ذاك المر. باش ما يخسرش لينا لوكو ديال الكسب. يكون السمن يكون مزيان. كنديرو السمن وكنخلطو معاه موطارد. ديما بغات السيدة ديال الموطارد ما تخافش، الموطارد هو كيعطي واحد مذاق زوين، يعني ما تقدريش تعطي هنا مقادير ديال الكسف. كدير كمية ديال السمن، كتزيد الموطارد، وكتخلطهم مزيان، وكدهن هذاك الكسف ديالها كله. كتخليه شوية تقريبا شي ساعة ديال الماء كان كيشرب، كنوجدو راس الحانوت، كنرشوه به كامل من الفوق. كنحمرو في راس الحانوت. كنشدو الكامون كنخلطو مع الملحة، كنرشو بيه. كنجيبو الطاوة ديال الفران، بالنسبة للسيدات اللي بغاو ديرو الفران ديال الزنقة، راه كيجي زوين. إلا غديرو في الدار كدير الطاوة كدير فيها الماء، وكتحط هذاك الكسف، إلا بغا دير البصلة من تحت ديرها، باش ما دارت البصلة كيجي زوين. بغا تخليها هاكوك تخليه، وتغطيه ودخلو الفران. كيطيب هذاك الماء ديال اللي كيطلع هذاك لافابور، وكيطلب دغيا. ومن الأحسن كنصح السيدات ياخذوا الحول يكون شويه صغير. اييه فعلا. يعني الحول باش ما كان صغير كيكون زوين. تكون فتي. اييه. وكيجي دغيا كيطيب لينا. عندك الحق. إلا غتشري واحد كبير تشري جوج صغار. كيجي دغيا كيطيب لا في الطنجيه ولا في كل شيء، وكيجي حتى المذاق ديالو زوين. وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. باقي الوقت. واخا ضيف لنا اقتراح مش موجود. هذاك الكوتليت اللي كنا درنا هذاك العام، لأن الكوتليت كيبقى هو هو. اييه. كناخذوا الكوتليت البلاصة ديال الضلوع. انا كنديرها بلاصه ديال الضلعه. كندير ليه الملحه، كندير الكمون، وكندير الماء، كندير فيه شويه ديال الزعفران، كنخويه ليه. ما كنديروش الزيت الكوتليت. وكنسدو الكوكوط ديالنا حتى كيطيب. ملي كيطيب لينا الكوتليت كنحيدوه. إذا سمحتي قلتي كديري الملح، إذا سمحتي مانيكا شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الماء في الزعفران. الكمون. الملح والكمون. والماء كنديروا فيه الزعفران الحر. اييه. صافي كنخويو وكنسدو الكوكوط ديالنا في الماء فاش غيطيب لينا الكوطليط غير كيطيب. صافي كنحيدوه. الا بغاتو السيده تحمر كدير المقله كدير فيها شويه الزيت بحال غتفوطيه، وداك الماء اللي كيبقى لينا كنطيبو فيه الروز. هكداك كنطيبو. راه عطيتو داك. نعاودو نذكرو به. هي كنديرو فيه الروز ديالنا. ملي كيطيب الروز كنوجدو شويه ديال اللوز مسلوق، كنسلقوه ونقليوه في الفران، كنحطو داك الروز ديالنا ونحطو عليه الكوتليت وكنزوقو بداك اللوز ديالنا. وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. وراه كيجي زوين. اييه. وبالصحة والراحة.
شكرا لك بزاف مليكة. ان شاء الله طالبين القديد غادي يرجعوا للقديد. اييه ان شاء الله. مازالين الشيوات ديال العيد لرزق الصحه والسلامه. اييه تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه ما يكون بس عندك. ومشكوره جدا على تواصلك معنا وعلى هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم، واكيد المستمعات غادي يكونوا استفدوا منهم.